تسعى العائلة لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة وتهتم بكل الجوانب المتعلقة بحياتهم والتي تظهر نتائجها بأبدانهم يعني وعقولهم. البيئة المنزلية رغم كل النصائح والدراسات إلا أنها تخفق أحياناً في أن تكون بيئة مثالية، يظهر ذلك من خلال بعض السلوكيات التي يمارسها الأطفال والبالغين في حياتهم، منها الجانب الصحي كالإفراط في الأكل أو حتى تراجع الشهية. فكيف يلجأ الأبوين للتعامل مع دافع الجوع عند الأبناء؟ وكيف تتعامل الأم مع تنظيمه لدى الطفل منذ الولادة حتى المستقبل دون إلقاء اللوم على الأطفال أو الوالدين؟ نتحدث اليوم مشاهدينا بضيافة الدكتور ياسر شلبي استشاري العلاقات الأسرية لنتعرف أكثر معه عبر السكايب إذا ما كان إفراط الأطفال في تناول الطعام أو تراجع شهيتهم بسبب الضغوط هي تعتبر حالة ضيق أم مشكلة وراثية. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك دكتور ياسر. أهلا وسهلا فيكم بالمشاهدين الكرام، وأشكركم على طرح هذا الموضوع الذي هو يعتبر التربية المبكرة للأطفال، هو موضوع هام، شكرا لكم على اختيار مثل هذه المواضيع. شكرا لك دكتور ياسر. بداية يعني لو تكلمنا عن تعريف دافع الجوع، يعني وهل له اسم مثلا آخر يعرف به؟ عندنا الدوافع الفطرية التي خلق الله عز وجل بها الإنسان متعددة، ومن ضمن تلك الدوافع هو دافع الجوع من أجل أن يبقى الإنسان على هذه الحياة، فهو دافع من دوافع البقاء يسمى دافع الجوع والعطش. فالطعام والشراب ضروري لحفظ الذات، فيأتي الجوع والعطش بيدفع الإنسان بالألم فيسعى إلى الطعام والشراب حتى يهدأ هذا الألم اللي موجود ويسكن هذا الألم اللي موجود لديه، فهذا أمر فطري أودع الله عز وجل في الإنسان، لأنه إذا ما شعر في الجوع وما أكل وما شرب لن يبقى على هذه الحياة. والله عز وجل قدم دافع الجوع وذكر في القرآن الكريم أنه هو قدم هذا الدافع عن بقية الدوافع، فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو دافع فطري أساسي موجود لدينا من أجل البقاء في تلك الحياة. جميل. طبعا هو دافع وسيلة وليس هو مقصود لذاته، وهنا عندما يتحول هذا الدافع إلى مقصود لذاته يحدث الخلل في التربية لدى الأطفال، أما إن كان هو وسيلة للبقاء في هذه الحياة من أجل إعمار هذه الحياة فراح يكون هذا الدافع دافع إيجابي في حياة الطفل، وهذا إن شاء الله اللي نريد أن نركز عليه في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. صحيح، هذا نقدر نقول دكتور هذا الوضع الطبيعي، أن الطفل يشعر بالجوع يتناول الطعام، لكن إحنا نشوف يعني حالات مختلفة ما بين الامتناع عن تناول الأكل بشكل يعني نهائي ويكون الأهل يعني في حالة من الصراع الشديد مع إقناع الطفل للأكل، أو أحيانا الإفراط في تناول الأكل. فكيف يعني كيف نشخص أولا هذه المشكلة قبل أن نتعامل معها؟ تمام، نحن لو جينا نحلل دافع الجوع، متى يبدأ دافع الجوع عند هذا الطفل؟ الطفل يبدأ عمل دافع الجوع عنده من بطن، هو موجود في بطن الأم يتلقى الغذاء عن طريق الحبل السري، ثم بعد ذلك أول ما يتولد الطفل يبحث عن ثدي أمه بأمر فطري وبوسيلة فطرية الله عز وجل أودعها في هذا الإنسان، وعندما تضع الأم الطفل على صدرها مباشرة يرضع من صدر الأم من ثدي الأم بشكل طبيعي، وهذا دافع الله عز وجل أودعه في هذا الإنسان. لكن هذا الدافع التعامل معه بطريقة صحيحة يؤدي إلى نتائج صحيحة على صحة جسم هذا الطفل وأيضا على سلوكه. فدافع الجوع إذا قمنا بتربيته وضبطه لدى الطفل بشكل صحيح سوف نضبط سلوكيات الطفل المستقبلية بشكل كامل، وأي خلل في تنظيم رضعات الطفل راح ينعكس على سلوك الطفل في المستقبل. فلما نقول نحن انه هذا الطفل عنده مشاكل في الطعام، في ضعف في الشهيه، او هذا الطفل عنده افراط في الطعام، طب نسال بدايه كيف كانت تنظيم رضعات الطفل منذ البدايه؟ تقول الام طب الطفل يبكي فانا ارضعه مباشره، كل ما بكى نرضع الطفل، هذا السلوك هو من السلوكيات الخاطئه التي تقوم بها الام وتعود الطفل على سلوكيات سيئة ليس فقط في الطعام وإنما في حياته بشكل كامل. فهنا نأتي أنه بداية لابد من تنظيم رضعات الطفل
بحيث انه تكون بين كل رضعه ورضعه بالنسبه للطفل لا تكون مسافه بينهم ساعتين او 3 ساعات، وحتى اذا كان الطفل ما طلب الطعام ممكن الى 3 ساعات ونصف الى 4 ساعات على حسب احتياج الطفل وعلى مقدار الاشباع الذي حصل لدى هذا الطفل. لكن ارضاع الطفل كل ما بكى هو الطفل يتعود بعد ذلك على اسكاته من خلال الطعام، يعني ليس الغرض منها اشباع حاجته يصبح، وانما يتحول الى اسكات. فالطفل عندما يبكي يبكي من اجل قد يكون لديه نوع من الالام في البطن، او قد يكون لديه نوع من الشعور بالحر، او قد يكون لديه شعور بالحاجه الى العطف وليس الى الطعام. فنحن مباشره ناخذ الطفل ونطعمه، فيصبح لديه نوع من الاحتياج الاعتياد على انه يسكت بالطعام، وأنه أي شيء يعني أي شيء يريد أن نسكته فيه فنسكته بإدخال شيء في فمه فيسكت هذا الطفل، فيصبح لديه نوع من العادات السلبية في الطعام وتنعكس على موضوع شهيته في المستقبل أو إكثاره بالنسبة للطعام. فلما يكون عنده طفل يكثر من الطعام ويأكل بشراهة يكون لدينا مشكلة كما ذكرت في تنظيم رضاعات الطفل منذ البداية. حقيقة دكتور وانت تتكلم عن هذه النقطة بالذات هي تسكيت الطفل لما يبكي، أعتقد أنه الأمهات العربيات حتى مثلا الأمهات قديما الجدات لما يشوفوا الطفل يبكي فتروح تقول لبنتها أكلي ابنك جوعان، يعني هذا أول فكرة تتبادل للذهن. نعم، فهذه يمكن عادة يعني الواحد يتوارثها، وحتى الأم لو ما تشتيش تعملها فاللي حولها يجبروها على عمل هذه العادة، لأنه عندنا البكاء ارتبط بالجوع وأنه لو ابنك ما ياكلش كثير فهو مش متغدي كويس. طيب دكتور، هل نستطيع ان نسمي المشاكل التي تحصل للطفل او المراهق او ايا كان حاله مرضيه، نقدر نقول عنه مرض؟ بالنسبه لي انا اريد ان اشخص بشكل صحيح دائما انه حتى نعرف هي مرضيه او غير مرضيه يجب ان نبحث عن الاسباب دائما، أو أي شيء نحن نقوم فيه في تربيتنا للطفل والتعامل مع الطفل في بداية حياته راح ينعكس على مستقبل حياته. وأذكر في هذا المقام تجربة قام بها العالم اسمه ويلتر ميشيل، بتجربة معروفة بتجربة المارشميلو، أنه أحضر حلوى المارشميلو وضعها أمام الطفل وقال له لا تأكل هذه الحلوى خلال مثلا ربع ساعة، وإذا ما أكلت هذه الحلوى خلال ربع ساعة سوف نعطيك حلوى أخرى أو سوف نقدم لك هدية معينة بعد صبرك على عدم الطعام. وكان هو يراقبهم في كاميرات من الخارج، فبعض الأطفال مسك الحلوى ولحسها في لسانه وبعضه أكلها ما استحمل، بعضه قطع قطع، وبعض البعض هو تجاوز يعني حاول أنه يلتفت عن تلك الحلوى. بعد ذلك ترك الأطفال هؤلاء لمدة 20 سنة ثم عاد ورجع إلى هؤلاء الأطفال، فوجد الأطفال الذين قاموا بالامتناع عن الطعام والصبر عن الأكل أنهم ناجحين في حياتهم بشكل أكثر، لديهم نوع من الصبر، لديهم نوع من التخطيط، لديهم نوع من الاستقامة في الحياة، استطيعوا يتعاملوا بذكاء عاطفي جيد، بينما الأطفال الذين أكلوا كان لديهم مشكلات في حياتهم. فإذا موضوع تربية الطعام راح ينعكس ونقول نحن هذا الطفل الآن عندما يكون لديه نوع من الشراهة في الطعام أكيد لديه مشكلة، وبالأخص عندنا مشكلة إكثار الطعام بالنسبة للطفل في فترة الطفولة المبكرة. هذا الطفل لما نكثر بالنسبة للطعام والشراب راح تختزن الخلايا كل هذا الغذاء ويصبح لديه نوع من البدانة ولن يتخلص منها حتى بعد الكبر، سوف يصبح لديه صعوبات في تخفيف الوزن. أنا ما عندي مشكلة عندما الطفل يكون عمره 8 سنوات 9 سنوات يصبح لديه نوع من البدانة البسيطة، لأنه هذه الفترة تسمى فترة الكمون بالنسبة للأطفال، فلا ينمو جسده بطوليا وإنما ينمو عضليا، فهذا أمر طبيعي ما في مشكلة في هذه المرحلة. لكن لما يكون الطفل في عمر سنة وسنتين ويكون بدين فنحن نحكم على هذا الطفل بالبدانة والشراهة في الطعام في المستقبل حياته. المراهق نفس الموضوع، لما يكون لديه نوع من الطعام بشكل كبير أو الطعام غير صحي ننظر إنه ما هو سبب طعام هذا الطفل غير صحي. سبب طعام تناول الأطفال الآن الكثرة من الحلويات والشيبسات والمياه الغازية وغيرها من الأطعمة غير الصحية، سببها إنه نحن لم نربي دافع الجوع لدى الطفل منذ البداية،
لو ربينا هذا الدافع منذ البدايه كان وجدنا سلوكيات صحيحه في الغذاء وحتى سلوكيات صحيحه في حياه الطفل بشكل عام من خلال تربيه دافع طيب الجوع. دكتور اعطينا هذه السلوكيات الصحيحه علشان يعني يبدا يهتم فيها الاهالي، بالاخص انت ذكرت هي تبدا من فتره الرضاعه، فخلينا نتكلم يعني على الفترات بمراحل، كيف نعمل وايش هي السلوكيات الضبط يعني هذا الاضطراب بحيث انه ينعكس بشكل ايجابي على عادات الاكل المستقبليه للاطفال. كما ذكرنا بدايه انه نحن الان تنظيم الرضاعات بالنسبه للطفل، هذا امر مهم جدا انه ما يكون في عندي رضاعات تلبى الرضاعات وانه يرضع الطفل مره وعشره وعشرين مره في اليوم، وانما ان يكون هناك رضعات مجدوله بالنسبه للطفل حتى يعتاد ان هناك نظام بالنسبه للطعام بالنسبه للشراب. ايضا بعد ذلك عندما يكبر الطفل يجب ان يكون هناك اوقات محدده للطعام، وليس كل لحظه كل ما اشتهاه الطفل كل ما اراد ان ياكل نعطيه شيبسات او نعطيه بعض الاطعمه من اجل اسكات هذا الطفل، لا، اسكات الطفل يكون من خلال اللعب، من خلال الحركه، من خلال بعض الامور التي هي لا تتعلق بالطعام والشراب، لانه هو ياكل حاجته فقط ولا نريد ان نزيد الاعتماديه على الطعام والشراب في كل سلوكيات هذا الطفل. ثم بعد ذلك وضع نظام داخل البيت للطعام، انه لدينا الان عندما يكبر الطفل يصبح عمره سنتين وثلاث سنوات هناك وجبات محدده اوقات محدده، اذا ما اكل الطفل ما في مانع انه نحن خلاص نحرمه من وجبه هذا الطعام الى الوجبه التي تليها، ما راح يصير له شيء الطفل، بس يتعود من خلالها انه هناك اوقات محدده للطعام وليس هناك فوضى بالنسبه للطعام، يتعود نوع من الصبر انه الان انا عندي دوافع موجوده تدفعني الى الجوع، تدفعني الى الطعام بسبب هذا الجوع، انا قصرت او ما اخترت الوقت المناسب للطعام، فاذا انا اتحمل هذا الجوع للوقت الذي بعده. طبعا ضبط هذا الدافع راح ينعكس على الدوافع الاخرى التي سوف تنمو في المستقبل، فمثلا دافع الجنس عند الطفل لما ينمو ويبدا يعمل، اذا كان عنده نوع من ضبط دافع الجوع ويتحكم دافع الجوع بطريقه صحيحه، سوف يتحكم بهذا الدافع عندما يبدا العمل عندما يصبح في سن البلوغ، لكن اذا ما نحن اعطينا له نوع من الفرامات وعلمناه شلون هو يتحكم بدوافعه عندما يكون صغير، لما يكبر ما راح يكون عنده قدره جيده لضبط الدوافع الاخرى التي تعمل عندما ينمو رويدا رويدا، فراح ما راح يكون عنده قدره على ضبط تلك الدوافع. طيب العلماء تكلموا انه علماء التربيه تكلموا على ضبط دافع الجوع حتى من قبل وجود الطفل، فانه اطعام الطفل الطعام الحلال والام او المرضعه ان تتعلم ان يدخل لا يدخل على جوف الطفل الا طعام حلال. ايضا انه اختيار الام والمرضعه بالنسبه للطفل، فكره كثير من العلماء ارضاع الطفل من الام الحمقاء، قالوا كي لا يشبح الولدها في الحمق، وكما يقال ان الرضاع يغير الطباع. هذه فعلا هي عادات وسلوكيات زي ما ذكرت.